على امتداد خرائط البلدان وفي طبقات الجو وأعالي البحار. تمر الأيام وتتعاقب الأجيال، وتختلف الوقائع باختلاف مسرح الحدث، ووحده التاريخ لا يتوقف. يصل الماضي بالحاضر، وباستعراض شريط الذاكرة يستمر. الماضي المستمر مع عبد العظيم. في مثل هذا اليوم من عام 1838 تم إرسال أول رسالة تلغراف باستخدام النقاط والخطوط في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا اليوم من عام 1948 وصلت الفرقة الأولى من متطوعي جيش الإنقاذ العربي إلى فلسطين، وكان قوامها 330 مقاتلاً. وفي هذا اليوم من عام 1958 سيطر فيدل كاسترو قائد الثورة الكوبية على العاصمة هافانا. وفي هذا اليوم من عام 1980 أصبحت أنديرا غاندي أول رئيسة للوزراء في تاريخ الهند. أما أهم من ولد في هذا اليوم فهو المولود عام 1942 عالم الفيزياء البريطاني الباحث في علم الكون ستيفن هوكينغ.